معنا عبر الهاتف من الرياض الدكتور سليمان الحمدان وزير الخدمة المدنية. معالي الوزير، مرحبا بك معنا في نشرة الرابعة. أولا، ما هي معطيات هذا القرار بصرف العلاوة السنوية، وكيف يمكن أن نقرأ أثرها أيضا على رفع كفاءة الأداء الحكومي؟ أولا يسعدني حقيقة في هذه المناسبة أن أرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد الأمين حفظه الله أسماء آيات الشكر والامتنان باسمي واسم كافة موظفي وموظفات القطاع الحكومي مدنيين وعسكريين. هذه لفتة كريمة توجت بصدور أمر ملكي كريم باعتماد صرف العلاوة السنوية كما ذكرت بوضعها وإجراءاتها السابقة. هذا الأمر حقيقة هو امتداد طبيعي لما عهدناه ونعهد دوما من قيادتنا الحكيمة يدها الله من حرص واهتمام كبيرين في كل ما يصب في مصلحة موظفي القطاع الحكومي في هذا البلد. طبعا احنا اذا نظرنا الى ما يحصل في المملكة اليوم من حراك كبير ومن برامج عديدة أطلقت وجميعها انبثقت من رؤية المملكة 2030، وإذا نظرنا إلى برنامج التحول الوطني تحديدا وأخذنا على سبيل المثال التعريف المختصر المفيد، لوجدنا أنه تعريف برنامج التحول الوطني ينصب على رفع أداء وكفاءة الأجهزة الحكومية ورفع جودة الخدمات. لا شك العلاوة السنوية هي أحد المحفزات الطبيعية لأي موظف سواء كان في القطاع العام أو في القطاع الخاص، ولذلك أنا حقيقة حرص سيدي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين على كل ما من شأنه رفع كفاءة هذا القطاع أوكي للمضي في تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني وغيره من البرامج الأخرى توجت بصدور هذا الأمر الملك الكريم. طبعا وزارة الخدمة المدنية وبمشاركة من وزارة المالية والعديد من الجهات كلفت بإعداد دراسة متكاملة عن العلاوة السنوية وأثرها، وتم حقيقة إعداد والرفع بدراسة متكاملة وشاملة، ووضعت العديد من البرامج المحاكاة للعديد من الافتراضات، وتم عرضها على اللجنة المالية برئاسة سمو سيدي ولي العهد، وتمت الموافقة على المضي قدما في منح العلاوة السنوية كما جرت العادة. معليك، ما المقصود بصرف العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة نفسها؟ العلاوة السنوية بوضعها وإجراءاتها السابقة يعنى بها أنها سوف تصرف وفق آليات وإجراءات محددة في نظام الخدمة المدنية، نظام الخدمة المدنية ولوائح التنفيذية. على سبيل المثال مقدار العلاوة المحدد في كل سلم من سلالم الخدمة وهكذا. طبعا في شهر رمضان الماضي صدر تعديل على العديد من أنظمة على العديد من مواد نظام الخدمة المدنية، ومن ضمنها مادة مهمة جدا التي سوف تعنى بتطوير برنامج لقياس أداء الموظف في القطاع الحكومي وبناء العلاوات السنوية مستقبلا بعد استكمال الدراسة وإعداد يعني الآليات الكاملة، وسوف تطبق في المراحل بعد استكمال هذه الدراسة والرفع بها وإقرارها. في الفترة الحالية سوف نعتمد على صرف العلاوة السنوية كما جرت في السنوات الماضية بدون أي تغيير. واضح. هل هناك خطط مستقبلية فيما يخص ملف العلاوات السنوية؟ هل يمكن أن يحدث أي تغيير في السنوات القادمة؟
لا أعتقد أنه سيحدث تغيير بقدر ما سيكون هنالك استكمال وإعداد هذا البرنامج والرفع فيه والموافقة عليه. سوف نسعى إلى أن يكون هنالك نوعا من المفاض في دفع هذه العلاوة السنوية، فالموظف المتميز في أدائه سوف يحصل على علاوة أفضل من الموظف المتوسط الأداء أو الموظف الذي أداؤه عادي. هذا سوف نعمل عليه وسوف يتم يعني تطبيقه في مراحل لاحقة وليس الآن. لكن حقيقة أود أن أنوه إلى نقطة مهمة، أنه اليوم وزارة الخدمة المدنية حقيقة يعني تمر في مرحلة إعادة بناء كاملة، أوكي، ولدينا مشروع كبير لتحديث وتطوير كافة اللوائح التنفيذية اللي موجودة. طبعا تم إقرار تعديل 12 مادة من مواد نظام الخدمة المدنية في شهر رمضان الماضي، ولكن لدينا اللوائح التنفيذية وهي 26 لائحة تم استكمال تقريبا 95% من هذا المشروع. اليوم تحديدا كان لنا لقاء مع العديد من وكلاء الوزارات في الجهات الحكومية وعرضنا عليهم المسودة النهائية لهذا المشروع اللي هو مشروع تحديث اللوائح وما سيلحقه من بناء منظومة إلكترونية وأتمتة كاملة لهذه اللوائح وغيرها من الإجراءات. فيعني سوف نلحظ في الفترة القادمة بإذن الله نقلة نوعية في أداء الوزارة وفي إجراءاتها. الآن متى سيتم اعتماد هذا القرار البدء بصرف العلاوة السنوية بهذا الوضع والإجراءات السابقة كما جاء في 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 تصريح؟ العلاوة السنوية سوف تدفع مع بداية السنة المالية اللي هي واحد 2019 ميلادي. ما هي المعايير معالي الوزير المعتمدة في قياس أداء الموظف؟ لأنه البعض مثلا يقول بأن هذا الأمر قد تشوبه بعض الخلل، واسطات، محسوبيات أو غيرها. كيف نضمن أن لا يتجه الأمر بهذا الاتجاه؟ كما ذكرت لك هنالك يعني كثير من المبادرات وكثير من المشاريع الآن نعمل عليها. أنا حقيقة لا أتفق مع مقولة أن الموظف في القطاع الحكومي موظف غير منتج، هذا كلام غير صحيح. أنا عملت في القطاع الخاص لسنوات طويلة وعملت الآن وتشرفت أن أعمل الآن في القطاع الحكومي، ووجدت الكثير من الموظفين في القطاع الحكومي يعملون بنفس الدرجة حقيقة من الحرص والعطاء. الإشكالية التي نواجهها في القطاع الحكومي اليوم هي الإجراءات التي الموجودة. إذا عملنا على إعادة هندسة هذه الإجراءات وإلى تحديثها وتطويرها وعملنا على أتمتتها وعملنا على بناء منظومة إلكترونية، أنا أعتقد بأننا سوف نلحظ في شاسع كبير في مدى زمني محدد لهذه التغييرات، هذه الإصلاحات. بعضها سوف تكتمل بنهاية 2019، بعضها سوف تكتمل خلال 3 أشهر 4 أشهر، بعضها طبعا نحتاج لها فترة زمنية قد تمتد إلى 3 سنوات. شكرا جزيلا لك. إذن هاتفيا من الرياض سليمان الحمدان وزير الخدمة المدنية، هذه خاصة نشرة الرابعة بهذه الإفادة وهذا التصريح والتوضيح.